الله لا إن لم تعود من هو مربع الكرة وفي هذه المرة جاءت الكرة وتسديدة أرضية هدف ثاني لصالح الهلال تسديدة ولكن محمد عبد الرحمن وتسديدة أرضية جميلة هدف شوية عبد الرحمن محمد عبد الرحمن تعود لعمار توماسين عبد الرحمن عمار توماسين يحول كرة لأطراف في مرمى تتحول تعود لمريح الفاشر الريح الفاشر والهدف المتقدم بهدفين اعزائي محمد عبد الرحمن شوف العالم تربية الامطار اللي بدات تتزايد في ملعب النقعه ونتواصل معكم في نفس الحي لهذه المباراه اما نحن فقد يعني اختلت اجسامنا تماما في المياه كوره عبر داخل منطقه الجزاء جول محمد عبد الرحمن يضع الكره في الشبكه كره محكوسه داخل منطقه الجزاء ومحمد عبد الرحمن لم يقدم خبر وضع الكرة يمين يلعب ناحية الدفاع يسيطر على الكره في وسط الملعب ويواصل المراوغه ويمرر لمهند مهند يعلي الكره داخل منطقه الجزاء خطيره فرصه جول الهدف الاول في المباراه من اللاعب محمد عبد الرحمن اللي دخل بديل في شوط اللعب الثاني يمسك طلاسم دفاعات الدسور بلقطه داخل منطقه الجزاء عبر التلفزيون القومي وهنا ركلة الجزاء وتمنح ايضا معنوية لمحمد عبد الرحمن